أستاذة، نعم اتفضل يا فندم. كل التحية وكل التقدير لكل العاملين في هذا المجال، تمام كده؟ وفوق راسنا تمام يا ودول فندم، ناس وطنيين. سؤال ربنا بقى يبارك بيني فيك. وبينك ومحدش سامعنا، الرز غلي اتفضل. ولا مغليش عند البقال؟ الرز المفروض ينزل يا فندم، المفروض الرز المفروض سعره ينزل النهارده. برضو بعد إذنك، المفروض اتفضل. خليها الخطوة الجاية، الواقع بقى بيقول إيه؟ غلي؟ ما هو انا يا فندم، انا حضرتك يعني لازم حضرتك تعرف كويس ان انا مسؤوليتي المدارس وليس البقال. البقال ليه غرفه يا استاذ واتحاد رجب احنا الغرف بندردش مع بعض عادي، يعني انت راجل ايدك في السوق وانا راجل يعني ما بشتغلش يا الشغلانه دي. فندم. يا فندم حضرتك كل واحد من بتوع السوبر ماركت بيشوف بتاع الزمالك ببيع بسعر، بتاع العجوزه ببيع بسعر، بتاع الانبابه طب والشراميه ادينا بتاع كده، بسعر ادينا تاني فكره خالص. كده عن الاسعار يعني اللي حاصله اليومين دول للمستهلك، ما يبقاش المفروض بقى. المفروض ان سعر المستهلك لا يتعدى من 30 جنيه ل 33 جنيه على اقصى اسعار، على اقصى سعر. طب واللي حاصل ايه بقى؟ لا، اللي حاصل ان الناس بتبيع لحد 35 جنيه.